10 حاجات لو عملتها ممكن تتفصل بيها من العمل وتضيع عليك مكافأة نهاية الخدمة. عاوز تعرفها؟ اعمل لايك وفولو وشير الفيديو وما تنساش تحطه في الفيفوريت. انا محمد العسال وهنا المندوب. هذا الفيديو برعاية مكرونة الريان او المكرونة القطرية. المادة 61 من قانون العمل القطري قالت يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل دون انذار ودون منح مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية: 1- اذا انتحل العامل شخصية اخرى او ادعى جنسية غير جنسيته او قدم وثائق او شهادات مزورة. 2- اذا ارتكب العامل خطأ جسيم نشأ عنه خسارة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الادارة بالحادث خلال المدة لا تتجاوز يوم 1 او نهاية اليوم العمل التالي. 3- اذا خالف العامل اكثر من مرة التعليمات الخاصة بالمحافظة على سلامة العمل والمنشأة رغم انذاره كتابة وبشرط ان تكون التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر. 4- اذا اخل العامل اكثر من مرة باي من التزاماته الجوهرية المقررة في عقد العمل او بموجب القانون رغم توجيه انذار كتابي ليه. 5- اذا افشى اسرار المنشأة التي يعمل بها. 6- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل على السكر أو تأثير مخدر. 7- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير أو رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه. 8- إذا تكرر اعتداء العامل على زملائه أثناء العمل رغم إنذاره كتابيا. 9- إذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من 7 أيام متصلة أو 15 يوم متقطعة خلال السنة. 10- إذا أدين العامل بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. لو عندك أي استفسار أشوفك بالتعليقات.